بيكذب وبيحور وبيفشر. هلا فين يا ست هانم؟ رمسيس. رمسيس. رمسيس ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. ايه بالباب كويس يا باشا؟ فين في رمسيس؟ يا مساء رمسيس. ميدان يا ابني عند المحطة، محطة مصر. محطة مصر انتم مسافرين؟ اه محطة القطرة رايحين اسكندرية. مستعجلين بين عليكم. ان شاء الله. بالسلامة ان شاء الله. بلاش يا باشا، ان شاء الله بإذن الله. حمامة قريرة. معك ابو علي، ابو علي ملقبني بفضل الله بفارس الطريق، والله ملك الصحراوي، اسطوره الزراعي. ايوه صح. ابو ضايف دائري كويس بفضل الله، معروف وانت اصحابي. اي حد يحصل معايا مشكله اي حاجه كلم ابو علي، يرن علي هوا حمامه مش انا بفضل الله سفاح الطريق. انا مره كنت ماشي على الطريق الصحراوي، ماشي على 280، اقول لك على 300، كنت شايف حاجه قدامي كانت الدنيا بلاك، بفضل الله العربيه عارفه الطريقه ورجليها دايسه، وهوبا لقيت عيلين على اليمين ولقيت عيلين على الشمال وفرح بعديهم. اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ فكرت باقل خسائر. قمت داخل في العيلين، عيل مات والتاني جري على الفرح، قمت داخل وراه اسيبه ما اسيبوش، قمت مدغدغه ومدغدغ الفرح. كل سنه وانت طيب. شفت بقى؟ لا حوار عندي. خلي بالك يا ابني من السكة. انا مخلي بالي ست، كل ما تقلقيش بقول لك انت راكبه مع فارس الطريق، مع وحش الطرق. وحش وحش الطريق. صح يا باشا، مش باين عليا ولا ايه؟ لا ازاي باين عليك يا عم؟ باين عليك، خلي بالك من سكتك يا ابني. بص يا باشا الحته دي عجبتك، خلي بالك من سكتك يا ابني عشان نوصل بالسلامه ان شاء الله. ده انا عندي عيل صاحبي عنده مشكلة على الدائري، كلمني. عيال طلعوا ثبتوه وقالوا له ما انتش هتاخد التاكسي بتاعك، كنت لسه مخلص شغل ومطبق. رن عليا، اسيبه يا باشا؟ لا طبعا ما اسيبوش. ما ردتش عليه، قمت مكمل نوم. كويس والله. عيل تاني صاحبي كان اسمه كريم ابو سيدي. طب عيب يا حاجي، عيب. انا بقول لك على على حاجات. انا بعرفك من وحشك. انا مصدع يا ابني، خلي بالك من انت مش طايقني ليه يا حاجي؟ عيب. لا مش طيب، بس ركز في الطريق. والله ركز يا ابني في الطريق، ركز والدنيا هتبقى زي الفل. وهنوصل كريم ابو سنه ده ينزل يقفل ادعها منطقه، وبعد ما يقفل عارف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يديني المفتاح. والله والله. كويس. طمن يا باشا وحط في قلبك بطيخه صفر، انت ماشي مع ابو علي فارس الطريق وحش طرق مصر. والله يا ابني دماغي مصدعه. اهم حاجه دماغك مصدعه. والله العظيم دماغي مصدعه. طب لو والله سمعت مني لو سمعت مني يا ست الكل اقسم بالله هتبقى زي الفل. بقول لك خلاص بقى، هو في بطنه بطيخه. خلاص يا عم بطيخه قرع. يا باشا انا كنت مره ماشي في الغابه، حلو الكلام، كان معايا كوبايه الشاي والوكمان بتاعي، بس طلع عليا الاسد. هندهس يا عم ركز. طلع عليا الاسد يا ابني، هندهس ركز. هندهس يا ست الكل، اسمعيني اسمعيني بس وطمني كده، اللي هي بتوقع معايا زي الفل. طلع عليا يا باشا الاسد، عمري في حياتي ما ارمي كوبايه الشاي. قمت واخد كوبايه الشاي ولسعته بالشاي، الشاي السخن ده جه في وش الاسد، عامل اوف اوف وقعد يعمل كده. قلت له عيب عليك. بعد منها واحد صاحبي كلمني في التليفون، قال لي بقول لك يا دي ابو علي. قلت له بقول لك يا دي يا نص، عايز ايه؟ قال لي انا قابلت اسد اديته بالقلم، لقيت وشه مبلول. قلت له وشه كان مبلول؟ بقول لك ايه، حطيت صباعك على وشه؟ قال لي اه. قلت له دقته؟ بقول لك ايه، قال لي اه. لقيته مسكر. قلت له ما انا بشرب الشاي زياده، ده كان الشاي بتاعي اللي انا دلقته في وشه. هتركز يا ابني وتمشي زي ما خليت كل انا مركز. بلاش دي، شكلك ما بتحبش الاسود. لا بقول لك لا، انت ما بتحبش الاسود. بقول لك ما بتحبش الاسود، اسمعي مني. حرام انزلنا. طب احكي لك حكايه الحوت. انا كنت ماشي انا وفاطمه بنت عمي على شط الميه بنحكي وبنتساهل، طلع الحوت وخطف مني فاطمه ونزل بيها الميه. اسيبه يا باشا؟ لا، نزلت وراه قفشت الحوت من رقبته، قمت ضاغط عليه قوي وشه احمر واتكسف. وقعد يقول ابو علي سيبني يا ابو علي. بقى قلت له يا حوت مش هحلك، تف فاطمه. قام الحوت تف فاطمه يا باشا، قمت واخد فاطمه وطلع بيها بنحكي وبنتسهر انا وهي. عارف المفاجاه كانت فيها يا باشا؟ فين بقى؟ الاسد اللي انا كبيته شايف وشه طلع لي على شط الميه عايز يزاولني في فاطمه، بس ما كانش واخد باله. قمت قال له عملت له كده، الاسد قام جايب ورا بدا يرجع يرجع. يا ابني ركز في السكه يا ست، كل ما انا مركز. ركز. لا 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 ركز.
ركز والله هننزل. طب احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه بتاعتي. لا 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 ما عايزين حكايات. احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه. مش عايزين حكايات. انا كنت ماشي بالحلمبوحه على الدائري على صلعه 460. عارفه الحلمبوحه ست الكل؟ ابنك ما انا نفسي مش عارف الحلمبوحه. ما انا صدقتش يا حبيبي. لا ولا الجواز اتخض ولا تشغل بالك امور يا عم. ارجع معاك يا جدع. بتفتح له ليه يا عم؟ ارجع على اهلك يا عم. بتاخد مني السيت ولا لا؟ لا الله محمد رسول الله اخويا. بتاخد مني السيت؟ ابعد بس السلاح عني. انا مش حامل السلاح. ابعد عني السلاح. ابعد عني السلاح. انا بقول لك يلا. بقول لك يا رب انا هاخد منك التاكسي تحديدا. حرام عليك اقسم بالله ما بتاعنا شغال عليه. شغال عليه هو ده صاحب التاكسي. اسمه صاحب التاكسي يا ابني. ركاب لا لا مش ركاب. هو ده عم حسن صاحب التاكسي. عمال طول الطريق يحكي لي انا وحش الطريق ولا فارس الطريق ولا بمشي على الطريق. نزيع ولا ما نزيعش؟ لا هنزيع بصراحه. صباح الفل. كل سنه وانت طيب. انا فين يا باشا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا معلم. المعادي. المعادي. اديني المعادي. فين في المعادي؟ شارع 9. امال يا باشا تحت امرك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر عليكم. تسلم. حلوه برضه الشغل العالي في الشعر ده. ايوه لازم تنجح على نفسك. امال ايه؟ روق على حالك يا ابو. ايوه يا ابو. مستعجلين؟ على الله يعني. والله ورانا شغل. شكلكم مستعجلين. ورانا شغل. ولا تشغلوا بالكم. انتوا معاك ابو علي. اخوك ابو علي فارس الطريق. يا عم على الله. ملقبني بفضل الله وسط اصحاب التاكسيجيه فارس الطريق. الله عليك. اه والله. الحمد لله مفيش حد من الصحابة تأمن الرجالة يحصل له حاجة إلا ويكلمني. أقسم بالله بفضل الله أدية وأكون عنده. أنت على وضعك. الواد كريم أبو سمجة ده عيل صاحبي كده يعني البفة بتاعي. أنت على وضعك. حصل معاه حوار ابن يزين. حكينا يا شباب. أه والله عيل سب بتوع الدائري في عز الدور. رن عليا، رن عليا على الموبايل. أنت عملت إيه؟ ولا أي حاجة، كملت النوم. كنت نايم. أنا أقوم ليه يعني؟ عارف. لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينه. ده بجد بقى وبامان. كنت ماشي انا وفاطمه بنت عم على شط المايه بنحكي وبنتساهل. طلع الحوض خطف مني فاطمه ونزل بقى المايه ما سبتوش. نزلت وراه قفشت فاطمه رقبته ومتزنق عليك كده فاهم انت بالباي وبالباي كده ايه امشي ابن لذينه يا راجل. والله الحوض وشه مره يا ابو علي يا ابو علي. قلت له عادي حط في فاطمه. لا هوبا تف فاطمه. الحمد لله. اول ما تف فاطمه حطها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله. انت على كده بتعرف تعوم؟ بعرف اعوم. بقول لك انا بطير في الجو. بطير في الجو بيشخ رابسه. ايه؟ صلى على النبي عليك. بيشخ رابسه؟ بيشخ رابسه؟ والله يا عيني. لا يا عم ندردش مع بعضينا. انا حصل معايا حوار بامانه يا رجاله احكي لكم عادي. يا عم احكي يا شباب. احكي يا شباب. احكي يا شباب. احكي يا شباب. ماشي على الطريق. ماشي بالحلمبوحه بتاعتك. ايه الحلمبوحه؟ ايه؟ انا حد في سنك ما اعرفش الحلمبوحه. انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك. طب انا ما اعرفش الحلمبوحه جدع. انت العربيه خلصان اقول كنت ماشي على 280 كنت طاير بالعربيه. كنت شايف قدامي كنت مونول. هم لقيت لك عيلين على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ قلت افكر في اقل خسائر. كنت داخل في العيلين. عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح اسيبه. كنت طاير وراه. كنت مدغدغه هو الفرح. عجبتك اقسم بالله. طب والمصحف عجبني. يا عم سيبك من ايه يا عم. انت شكلك مالك. اقول لك ايه؟ تعالى ننزل. اقول لك على حوار تاني. اقول لك على حوار تاني يا عم. انت مقافل عليا ليه؟ الواد كريم. كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش طب اليوم ده. ازاي يا جدع النرويجي ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه. لا لا ده عنده. بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح. ده لا 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 انت اقسم بالله عجبك. ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عايزين رايحين شوبا. والله يابا يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا ايه؟ لا اله الا الله. طب انا مره شفت جاموسه ساحبه نابوسه وعدت بيها من تحت الباب. يبقى انا كذاب. يبقى انا بلموت ايه؟ اكيد. فتى انت راجل جيفن هايس خالص. يا عم انت سمعت بيت الكلام اكيد. لا كده بحب. عجبتني منك. ايوه منك على قد سنك. على قد سني؟ لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك؟ عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سن طويل. ماليش عليك سن طويل عليك. بقول لك يا صاحبي مش بطلب مفعول. الله. طب ما انا ممكن اغلط برضه. يا جدع ايه؟ بجدع بضحك يا عم. سوق ده ساكت يا سوق ده ساكت يابا. في ايه؟ انت هتمد ايدك واحد يا عم. هتمد ايدي هيخطب. في ايه؟ في ايه؟
مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب ده اوبر. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ استنى مرة عنك يلا. بقول لك يا صاحبي يابا مالك؟ لا لا الله بعد عنك. بص علينا كده. مالك الباب؟ ايه يابا بتاخد عني السيت؟ انا ما خدتش منك سيت ولا حاجة والله. انت بتقول بالسلاح عشان انا عندي على عز ربي. مش كنت شبع من شوية؟ اقسم بالله عندي عيال. مش كنت شبع من شوية؟ مش بس يا رب. بقول لك ايه يابا؟ لا بقول لك ايه؟ اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. بتاع ايه؟ بتاع ابوه. بتاع ابوه مين يا عم؟ انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم 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 انت مش كده. ايه ده؟ 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 ولا 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 هو ده اسمه سامر. دخل بالك ما تعملش. الرجاله دي شرفتنا رجاله قوي وشباب زي الفل ونورتوني والله العظيم في الحلقه النهارده بكريزي تاكسي. واسمحوا لي ازيع. اتفضل زين يا عم. مالك العلاج؟ فين في التجمع يا باشا؟ شارع 90. انا يا باشا تحت امر معليه. الواحد والله 20 سنه سايق تاكسي الحمد لله. 20 سنه؟ 20 سنه سايق تاكسي. ما انا عندي 10 سنين. وانت عندك 10 سنين؟ امال ايه؟ انا الحمد لله وسط اصحابي يعني التاكسيات كلها ملقبني بفارس الطريق. فارس ده؟ فارس الطريق يا باشا. انا اسد الصحراوي معروف. انا قال صحابي كلهم تم من فضل اي عيل منهم ما في مشكله يكلمني. الو فارس الطريق انت فين؟ انت فين ابو علي؟ بعز المشكله عيل مره واقف من الكريمه ابو سليم صاحبي واد كريم ده عيل ثبتوه في عز النهار. اتصل فيا دوب رن علي. عملت ايه؟ ايه؟ ما ردتش عليه. كملت نوم كنت تعبان. اخش المنطقه من دول الدنيا تتقلب. قال لك وحش الطريق فارس الطريق وسع. يلا اوعي. الدنيا قلبان الحمد لله. اخدت يعني سفره. افتح التابلو ده هتلاقي السنجافوله الصغيره بتاعتي. بص عليها اسمها السنجافوله النباطه. بص 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 السنجافوله النباطه. يا صاحبي بس طب في ايه؟ بس طب يا عم انت مش عارف اقسم بالله. لا يا عم العبكم ذكر لا اله الا الله. عيب عليك انا لما لا عيب عليك والله. طب وصلنا. طب انا معايا الصلاه على النبي. بقول لك ايه يا رحمة ايه؟ العيش اللي هو العيش اللي هو الجراج ده هو العبد. ايه دي؟ اي عيل اي حوار يحصل مع اي حد يكلمني. شايلها معاك هنا في العربية؟ الحمد لله. أقول لك على حاجة بجد دي ولا صور زي الهلس اللي أنت عمال تلسه من ساعة ما أنا سايب عليه. تاخد التقيلة؟ قول التقيلة. معاك حاجة تاخد فيها؟ طب أقسم بالله أنت عجبتك من جوه. طب أقول لك على حاجة. أنا مرة كنت زهقان أوي زهقان أوي يا باشا والحياة معايا ملخبطة. قمت ساحب الوكمان بتاعه واخده. قمت واخد معايا كوباية شاي سخنة وماشي في قلب الغابة. قابلني الأسد فاكرني هيهتني. ارمي كوبايه الشاي اجري. اقسم بالله ما حصل عليا الطلاق. رميت الشاي السخن الملهل في وش الاسد. الاسد اوف احلى اوف قاعد يعمل كده وطلع يجري هربان. يا عم على الطلاق انا صدعت. على الطلاق انا صدعت. على الطلاق انت راجل برنس يا باشا. حبيبي يا باشا. طب اقول لك على حاجه ثانيه. اقول لك انا على حاجه؟ قول لي يا باشا. ما توصلني ويخلص يا عم. ما احنا ماشيين وبطل هاري. هاري لا يا باشا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ روق على حالك يا باشا. يا عم انا مروق اهو. بطل انت هاري عشان انا دماغي مصدعه. انا مطبق في الشغل من امبارح. مطبق؟ اه. بالله عليك لا توصلني عشان انا خلاص. فاهمني؟ يا عم عادي. طب انت سمعت نوت السواق؟ يا عم على الطرق عايز اسمع. يا عم انت مالك كده في قرفان من الدنيا ليه؟ يا عم مش قرفان، انا قرفان من نفسي. يا عم انا بيشوفوني في الشارع بيقولوا القرفان اهو، القرفان اهو. طب احكي لك حكايه القرفان اهو الاساسيه. مره كنت بصحى مع عيل اسمه يا باشا. وقف على كده. وقف على يا باشا. جه ماله ده عايز ايه ده؟ عايز ايه ده؟ مالك انت بتسكس؟ عايز ايه؟ افتح لي الباب. مالك انت عايز ايه؟ باشا انت معايا سلاح. انت بتثبت ده هتاخد مني السيت. لا لا سيت ايه يا عم؟ على بتاخد مني السيت. على الطلاق ما خدت منك حاجه. امال بتاخد مني ايه؟ طيب محمد رسول الله. انت بتاخد مني السيت يا عم. بعد عني انا عندي عيال عايز اربيها. انت بتاخد مني السيت يا عم. ما تكلمناش كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟
بتاخد مني الست يا عم. انا هاخد منك التاكسي والله العظيم. التاكسي ده بتاع حرام عليك، انا شغال عليه. انا شغال بتاع الراجل ده. التاكسي ده بتاع التاكسي بتاعك كمان. انت خلي بالك ولا انت راجل. انت كمان تاكسي بس ليه يا ست؟ انت بتاع ولا انت مني الست؟ انا ماشي. التاكسي بتاع الراجل ده عايزين تاخده مني الست يلا. التاكسي بتاع الراجل ده انا ماليش دعوه بيه. مش هنزل عايزين تاخده مني الراجل ده. هو صاحب التاكسي. روح. طب استنى نذيع الحلقة دي ولا لا؟ نذيع؟ نذيع؟ نذيع مع ان في حاجات حصلت كتير ما ينفعش حد يشوفها.